أهلا بحضراتكم. أعلنت شركة أبل عن أحدث هواتفها الذكية اليوم إذانا ببدء عصر الآيفون 14، وسيكون لدى المعجبين أربعة خيارات هذه المرة بين آيفون 14 وبلس 14 إلى جانب آيفون 14 برو وبرو ماكس، حيث يعرض الأخيران جميع التحسينات الأخيرة للأجهزة التي يمكنك الحصول عليها على هاتف أبل اليوم. كما أعلنت الشركة أيضا عن إصدار أبل ووتش أولترا الذي يشاع كثيرا، وهو إصدار أكثر متانة من الساعة الذكية الكلاسيكية، بالإضافة إلى إصدارات محدثة قليلة من أبل ووتش وأبل ووتش إس إي وإيربودز برو، وستتمكن من الحصول على كل هذه الأدوات قريبا. لذا إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية طلب آيفون 14 وآيفون 14 برو وجميع الأجهزة الأخرى التي تم الإعلان عنها. كشفت شركة أبل عن أربعة أجهزة آيفون جديدة وليس اثنين، هما آيفون 14 وآيفون 14 بلس وآيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس. سيحتوي الآيفون 14 على شاشة مقاس 6.1 بوصة، في حين أن شاشة الآيفون 14 بلس ستكون بحجم 6.7 بوصة، وسيشغل كلاهما شريحة A15 بيونيك التي شهدت لأول مرة في العام الماضي من خلال هاتف آيفون 13 برو، وهناك كاميرا خلفية بدقة 12 ميجا بيكسل والتي تشير إليها أبل الآن باسم الكاميرا الرئيسية مع مستشعر أكبر في الخلف، بينما تحصل الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بيكسل على نظام تركيز تلقائي جديد ورائع للحصول على صور سيلفي أفضل وأسرع. سيبدأ سعر آيفون 14 من $799، بينما يبدأ سعر آيفون 14 بلس بسعر $899، وتبدأ الطلبات المسبقة في 9 سبتمبر الجاري. وسيتم شحن آيفون 14 بدءا من 16 سبتمبر، بينما سيتم شحن آيفون 14 بلس بدءا من 7 أكتوبر المقبل. ومثل هذه الموديلات السابقة سيأتي أيضا آيفون برو وآيفون برو ماكس في 6.1 و6.7 على التوالي. إذن ما هو الاختلاف بين كليهما؟ سيتم تشغيل كلا الطرازين برو على معالجات جديدة بالكامل تسمى A16 بيونيك بشكل مناسب عشان تكون قادرة انها تقوم بالمهام اللي بيتطلبها المستخدم بشكل بسيط وسهل. وقامت أبل ايضا بتحويل درجة الكاميرا الأمامية بعيدا عن الحافة الى الشاشة نفسها بتصميم بتسميه الجزيرة الديناميكية، والتي تهدف إلى السماح للكاميرا على شكل حبوب منع الحمل بالاندماج في عناصر أكثر كتابة من الواجهة مثل آيفون القديم. لذا لأول مرة في آيفون سيكون لطرازات البرو شاشات تعمل دائما، سطوع خارجي 2000 شمعة في المتر المربع لتحسين الرؤية الخارجية بشكل كبير، يحتوي على الجانب الخلفي للهاتف من 3 عدسات وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل وعدسة تيلي فوتوغرافي بدقة 12 ميجا بيكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بيكسل. وتقول شركة أبل أنها قادرة على التقاط صور أكثر وضوحا من ذي قبل. وسيبدأ سعر الآيفون 14 برو من $999، بينما يبدأ سعر آيفون 14 برو ماكس من $1099، وسيكون كلاهما متاح للطلب المسبق في 9 سبتمبر ويبدأ الشحن في 16 سبتمبر الجاري. وتحصل أجهزة الآيفون على اتصال القمر الصناعي في حالات الطوارئ، فإذا انتهى بك الأمر في قطر في مكان لا يوجد فيه اتصال واي فاي خلوي، فستتمكن أجهزة آيفون الجديدة هذه من الاتصال بالأقمار الصناعية لإرسال الرسائل التي تمكنك من يعني إرسال تنبيهات طارئة ومضغوطة عشان تقدر أن أنت تتواصل مع الآخرين. وبتقول أبل أن خدمة الأقمار الصناعية سيتم تضمينها مجانا لمدة 2 عامين، لكنها لم تذكر التكلفة بعد ذلك. طيب ده بالنسبة لهواتف أبل. لو رحنا لساعات أبل الجديدة، في لمحة تبدو أبل ووتش سيريس 8 تماما مثل السلسلة 7 التي جاءت قبلها، ولكن أسفل الشاشة هناك بعض الحيل الجديدة، من بينها يمكن لزوج من مستشعرات درجات الحرارة تتبع التغيرات في درجة حرارة جسمك بمرور الوقت، ويمكن أن يساعد هذا على سبيل المثال مرتديها على تتبع دورات الإباضة بدقة أكبر. وكذلك فإن مجموعة أجهزة استشعار أكثر قدرة يمكنها اكتشاف ما إذا كنت في حادث سيارة، وبدء عملية اتصال بخدمات الطوارئ بشكل مباشر. وستبدأ أبل ووتش سيريوز 8 بسعر $399 لطراز الجي بي اس أو $500 لطراز جي بي اس زائد سيلولار.
سيتم الشحن ابتداء من 16 سبتمبر. وخلال الأسابيع القليلة الماضية أشارت الشائعات إلى أن شركة أبل كانت تعمل على ساعة أكثر صلابة تم ضبطها للرياضيين، من المؤكد أنهم أعلنوا اليوم عن أبل ووتش أولترا. ما هو المختلف في تلك الساعة الجديدة؟ المخصص الذي يتيح لك القيام بأشياء مثل تبدو التمرين على الفور أو تحديد الجزء التالي من السباق، تاج رقمي أكبر يمكن استخدامه أثناء ارتداء القفازات، كما أنها أعلى صوتا بفضل مكبر الصوت الثاني، وقد تم تضمينها في وضع صفارة الإنذار 86 ديسيبل في المواقف التي تحتاج فيها إلى شخص ما ليتمكن من العثور عليك، كما تمتلك وظيفة البوصلة المحسنة لإبقائك في الاتجاه الصحيح، مما يسمح لك بتتبع الاتجاه والمسافة إلى نقاط الطريق المحددة بشكل مقصص. بالنسبة للوضع الليلي سريع التبديل، ده بيحول الشاشة إلى اللون الأحمر للحد من مدى احتياج عينيك لإعادة الضبط باستمرار في بيئة مظلمة، إلى جانب 36 ساعة من عمر البطارية أو 60 ساعة من عمر البطارية في إعداد جديد لتحسين البطارية قادم هذا الخريف، وأنه معتمد للغوص الترفيهي، مما يسمح لك بإنزالها إلى عمق يصل إلى 130 قدم تحت الماء. أحزمة رياضية جديدة مثل حلقة البين المنسوجة للمتسلقين وحلقة أوشن المخصصة للارتداء بدلة مبللة. ستبدأ أبل ووتش أولترا بسعر 799 دولار ويبدأ الشحن في 23 سبتمبر الجاري. سماعات الإيربودز برو الجديدة، بعد 3 سنوات من إطلاق الإيربودز برو بيتوفر الإصدار الثاني. طيب ما هو الجديد في هذا الإصدار الثاني؟ الجديد برنامج تشغيل ومكبر صوت جديد منخفض التشويه لتحسين الصوت، وإذا كان لديك جهاز آيفون مزود بكاميرا ذات عمق حقيقي فستتمكن من استخدامه لإنشاء ملف صوتي مكاني مخصص بناء على ذلك، يعني عشان تقدر أن أنت تتحكم فيه بشكل بسيط وسهل، إلى جانب عناصر تحكم تعمل باللمس على الجذع بدلا من عناصر التحكم القائمة على الضغط في الفي آي، وإلغاء الضجيج الذي أصبح الآن وفقا لشركة أبل أكثر فعالية بمرتين، ما يصل إلى 6 ساعات من الاستماع لكل شحنة، مع ما يصل إلى 30 ساعة من الشحن الإضافي في حقيبة الحمل. هناك أيضا مكبر صوت مبني يعني دعم الساعة بكل ما قد تحتاجه أو ما قد يحتاجه المستخدمين الآن وفي المستقبل. لكل التفاصيل والمعلومات الخاصة عن سلسلة هواتف وساعات أبل الجديدة بشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في تغطيات جديدة من تلفزيون اليوم السابع.